اهم 2 فيتامين لالام اسفل الظهر وللعمود الفقري ولعلاج عرق النساء. اتكلم معاكم النهارده ان شاء الله عن الموضوع ده، وهقول لكم الفيتامينات دي موجوده فين، استخدمها ازاي، ايه هو اسباب نقص الفيتامينات دي في الجسم. كل ده في حلقه النهارده معاكم دكتور احمد خميس. يلا بينا. كل شيء افتح لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اهم 2 فيتامين لالام اسفل الظهر والعرق النساء وللظهر اللي هو فيتامين دي، ده مهم جدا وهنتكلم عنه دلوقتي، وفيتامين بي، وخصوصا فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 ده يعتبر من اهم وافضل الفيتامينات لعصب الورك، ونقص فيتامين بي 2 بيأثر بشكل كبير على شغل عصب الورك وبيأثر على عرق النساء. عشان كده هتكلم معاكم عن فيتامين بي 2 بالاخص، وده طبعا ما يمنعش ان برضه فيتامين بي 1 وفيتامين بي 12، الثلاثه دول يعتبر من اهم الفيتامينات المهمه جدا لالام اسفل الظهر وللغضاريف وللظهر عموما وللتنميل بتاع الايد والرجل. بس النهارده هتكلم وهركز بشكل كبير على فيتامين بي 2، لان فيتامين بي 2 مش موجود في ادويه كتيره زي فيتامين بي 1 وبي 6 وبي 12 موجودين في ادويه. فيتامين بي 2 في اعراض لو ظهرت عليك تعرف ان انت عندك نقص في فيتامين بي 2 ومحتاج تاخد فيتامين بي 2. طب ايه هي الاعراض دي؟ اول عرض من الاعراض اللي لو ظهرت عليك تعرف ان انت عندك نقص في فيتامين بي 2 اللي هو مشاكل في الجلد والبشره وكمان تورمات الفم واللسان، اللسان بيكون احمر وشكله وردي، وكمان بيكون في ضعف في الاطراف بسبب نقص فيتامين بي 2. وكمان من اشهر اعراضه الاعتلال العصب المحيط. يعني ايه؟ يعني تلف في العصب المحيط للاعصاب واللي بيحمي الاعصاب بتاعه الدراع وبتاعه الساق، وكمان انهيار الجهاز العصبي، وده طبعا مرتبط بالاعتلال. مش كده وبس، ده كمان من اشهر الاعراض اللي لو بانت عليك تعرف انك عندك نقص في فيتامين بي 2 اللي هو فقدان السمع والبشره الدهنيه خصوصا جنب الانف، وكمان من ضمن الاعراض تشققات الكعب. نقص فيتامين بي 2 بيعمل جفاف وبيعمل تشققات في الكعب، دول كده من اشهر الاعراض اللي لو ظهرت عليك تعرف ان انت عندك نقص في فيتامين. ايه اصلا الاسباب اللي بتسبب نقص فيتامين بي 2؟ في اسباب كتيره ممكن تعمل الموضوع ده، زي مشاكل في الامتصاص بتاعه من الجهاز الهضمي او مشاكل في الجهاز الهضمي. هتقول لي زي ايه؟ زي القولون مثلا او مرض كورون او مشاكل في الامعاء الغليظه والامعاء الدقيقه او اي مشاكل في المعدة بتبدأ تأثر على امتصاص فيتامين بي 2. وكمان من ضمن الحاجات اللي بتسبب نقص في فيتامين بي 2 استخدام المضادات الحيوية بشكل كبير. بعض المضادات الحيوية بتأثر بشكل كبير على امتصاص فيتامين بي 2. طيب والحل ايه؟ الحل اننا نبدأ نزود الاكل والاكلات اللي بتحتوي على فيتامين بي 2، ونتناول فيتامين بي 2 بكميات كبيرة علشان يحصل امتصاص للكمية المطلوبة واللازمة ان هي تحافظ على العصب الوركي عشان علاج عرق النساء، وكمان تبدأ تحافظ على الاعصاب وتمنع مشاكل الالام اللي بتحصل اسفل الظهر وبتحصل في الظهر والفقرات، ده مهم جدا. طيب ايه هي الاكلات اللي بتحتوي على فيتامين بي 2؟ المحار واللحمة والسمك والكبدة، الخضروات والبقوليات خصوصا الخضروات الورقية، كل الحاجات دي بتحتوي على فيتامين 2 كميات كويسه، عشان كده يا ريت نكتر منه. كمان في ادويه موجوده في الصيدليه بتحتوي على فيتامين بي، بس للاسف معظم الادويه اللي موجوده في الصيدليه بتحتوي على فيتامين بي 1 وبي 6 وبي 12 وباقي الفيتامينات، بس اهمهم واشهرهم اللي موجود فيتامين بي 1 وبي 6 وبي 12، والثلاثه دولت مهمين ولهم دورهم برضه في حمايه الاعصاب الطرفيه والتنميل، بس الاهم ضروري جدا انك تاخده اللي هو فيتامين بي. وفيتامين بي 2 موجود في نوعين في الصيدليه في الحقن، اللي هي حقن بيكوزيم وحقن باور بي كومبلكس. النوعين دولت من الحقن بيحتووا على فيتامين بي 2، عشان كده مهم جدا انك تاخدهم، دولت مهمين ممكن ناخده بحقنه كل 3 ايام او كل اسبوع، هما دولت اللي بيحتووا على فيتامين بي 2، جانب كده كمان بيحتووا على باقي فيتامينات فيتامين بي. وقبل ما تستخدمهم لازم تشوف وتحلل هل انت عندك فعلا نقص في تركيز فيتامين بي ولا لا. لو ما عندكش نقص في تركيز فيتامين بي خلاص ما تاخدهمش،
واستكفى بالاكل، وكل اكل غذائي بيحتوي على الفيتامينات، وكمان فيتامين بي موجود في ادويه في الصيدليه زي النيوروفيت والنيوروتون والدلتا فيت والديبوفيت وغيرهم من الادويه الكتيره جدا اللي بتحتوي على فيتامين بي. تاني فيتامين من الفيتامينات المهمه جدا بتاعتنا اللي هنتكلم عنها النهارده اللي هو فيتامين سي، وده مهم جدا جدا للغضاريف والفقرات وللظهر. وفيتامين دي يعني مش هبالغ لو قلت لك من اهم الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها واللي له دور مهم جدا. والمصادر بتاعته ليه مصادر كتيره، مصادر طبيعيه وربانيه اللي هي الشمس، انك تتعرض للشمس وخصوصا الشمس اللي هي بتاعه الصبحيه والشمس بتاعه اخر النهار. بلاش تتعرض للشمس بتاعه وقت الظهيره، الشمس اللي هي الساعه 8 ل 10 العصر، من الساعه 3:30 مثلا ل 5. الفتره دي من افضل الفترات اللي ممكن تعرض جسمك فيها عشان يتكون فيتامين دي. طيب ما بتتعرضش للشمس وعندك نقص فيتامين دي ومحتاجه، تعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. اتكلمت قبل كده عن فيتامين دي في الحلقه اللي هتظهر في الاي دي، وهسيبها لك في الديسكريبشن تحت وهتظهر في اخر الفيديو. الحلقه دي اتكلمت فيتامين دي بالتفصيل، وتعتبر من افضل الحلقات اللي موجوده على القناه وعامله نسبه مشاهده عاليه جدا. ممكن تتفرج عليها، فيها كل المعلومات اللي هتحتاج تعرفها عن فيتامين دي، عن ادويه فيتامين دي، عن طرق استخدام فيتامين دي، عن جرعه فيتامين دي للاطفال والكبار والرضع. كل المعلومات اللي هتعوز تعرفها عن فيتامين دي هتلاقيها في الحلقه ديت، وان شاء الله الحلقه هتعجبك. واتمنى تكون الحلقه دي كمان عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات عايزين المره الجايه نتكلم عن ايه. كان معكم دكتور احمد خميس، والسلام عليكم.